يديو شربة بالحمام، وكذلك ياغورت طبيعي منزل الصنع مع الحاجة لطيفة طبيلي من مراكش. صباح الخير. مرحبا بالحاجة، شخبارك؟ بخير لله، رمضان كريم. يعني نوع عليك بصحة والعافية. عليكم وعلى جميع المستمعين والمستمعات خارج وداخل المغرب. الله يحفظك لينا الحاجة، الله يحفظك لينا، الله يحفظك لينا ويحفظ هاد السويات ويحفظ هاد الحداقة هادي اللي كنشربوا منها وكنتعشوا منها الحاجة. كنتعشوا بها. غير بجودك، غير بجودك بنتي. رجعتي بينا القديم تبارك الله عليك. هذه الشوربه، هي راه شوربه تقليديه. نعم. وكان ديك الساعه الناس ضروري في مراكش وفاس ضروري كتكون حاضره هذه الشوربه ولو غير مره في الشهر في رمضان، ولو غير مره في الشهر. علاش؟ لان شي شويه غاليه، ولكن دابا الا جينا ندير واحد العمليه حسابيه وشفنا داك الشيء تبارك الله اللي كيتحط في المائده من المعجنات ومن المعسلات ومن كذا ومن عصيرات ومن كذا كذا، كتبقى هي ارخص بكثير. نعم. وهي افيد بكثير، افيد. نعم. لان كلها تبارك الله فيتامينات. نعم. يعني فوائد. نعطيها نحيها من جديد. بسم الله. غبرت الشوربه، غبرت من 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 المائده المغربيه. بسم الله نحيوها معك لاله وناخذوا مقاديرها. بسم الله. يا الله، الله يحفظك يا بنتي، شكرا. المقادير لله، غادي نبداو حنا غير مقادير شويه بسيطه، 5 أو 6 ديال الفراخ الحمام. 5 حتى 6 فراخ حمام. اي واللي سبحان الله القدره الشرائيه شويه مضعضعه كيف نقولوا. ايه. يدير السمان، يدير السمان. او السمان. السمان ايه، ولكن هي تجيب الحمام التقليدي كان غير الحمام، ما كان السمان، كان الحمام. واخا واخا، غاتجي روعه، غاتجي روعه. خلينا غير هذا القوس كي قلتي باش اللي ما استطعتوش يشري الحمام يشري السمان. نعم. نص كيلو ديال البصله الصغيره. نص كيلو بصله صغيره. وإلا ما تفرطش البصله الصغيره نديروا هذيك البصله العاديه. أو البصله العاديه. ولكن تكون قطعه شنالف. شنانف. هلاليات كيف تقولوا انتم في البرنامج. واخا وهاد نص كيلو بصله صغيره تبقى على قدها ولا هي شنانف؟ على قدها هذيك صحيحه. اي واذا كانت العاديه شنانف. العاديه شنانف. واخا. زلافه صغيره ديال اللوز مفسخ او مفسوخ. اللوز مفسخ. اي. اولا الحمص ما مفسخش. او الحمص ما مفسخش. وهاد الجوج، هاد الجوج راه اختياريين. نعم. ديريهم يمكن ما ديريهمش. نستغناو عليهم. والحمص بحال حنا في مراكش كاين اللي كيديروا. نعم. وكاين اللي ما كيديرهم، تيخلي غير الحمام والبصله هكاك والمرق. واخا. المهم هادو بجوج انا كنديرهم شخصيا، كيعطي واحد اللذه اخرى واحد المذاق اخر. اذا قلنا اللوز زلافه صغيره، هي صغيره. ديال اللوز مفسوخ او الحمص ما مفسخش. وهادو اختياريين. نعم. وإلا ما بغيتيش ديري هاد الجوج العناصر، كتكتفي بمعلقه كبيره ديال النشا الطبيعي. معلقه كبيره نشا. نشا طبيعي. انا باش كيتقل لينا الشوربه شويه. نشا طبيعي نقول لك درك ولا التلخر ديال الشوربه. نشا طبيعي العطيه هي نفتح قوس، نفتح قوس وناخذ. نفتح قوس النشا طبيعي كسا على النساء من جمل تجواد توجد دي تاني وجدوا لرمضان كانوا يجدوا هذا النشا الطبيعي. اشنا هو؟ ذاك الروز البلدي، الروز البلدي ذاك الصغير. ايه. تيدق في ديك الساعة في المهرز، إلا ما كانش ديك الساعة الطحان الكهربائي ما كانش، كيدق في المهرز وديال النحاس على جدة وخالد من ضمن الحاجات اللي كتوجد. إيه. وكيديروا في واحد القريعة الدجاج هو مغربل ومشطط. كاين الناس التقليديين غادي يعرفوا شنو هي مشطط، يعني كيدوز في الشط رقيق تيخرج منيل بحال بحال البودر. ها هو بحال الطالك، بحال الطالك. إيه. وكديري في واحد القرعة دجاج هذاك هذاك النشا الطبيعي كيبقى بحال هكا تتصوي به جوهره اولا شخشوخه اللي كتكون بورقه البسطيله وداك الشيء، اولا كتلي به لي صوص كتجبني به لي صوص، اولا بحال هكا هاد الشوربات كديري فيهم شويه او معلقه كبيره ديال النشا طبيعي. تفهمنا، سديت القوس. ايه صافي، يلاه سدي القوس. سديته. القزبر والمعدنوس. واخا ودرت نقطه وغنرجع للسطر. قزبر ومعدنوس مربط. استاذتي انت من اسره التعليم، وتحيه ليك. تحيه ليك وتحيه للناس. تحيه لكم، تحيه لكم. شوف بلا بكم ما نكونوش حنا، بلا بكم ما كاينينش حنا. قزبر ومعدنوس. مربط 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 مربط. شويه الملح. الملح. نص معلقه، نص معلقه ديال البزار. نص معلقه صغيره بزار ما تكونش حاره بزاف، غير نص معلقه شويه. واخا واضح الحاجه. هي نص معلقه ديال سكينجبير. نص معلقه صغيره سكينجبير. شويه من الخرقوم غير اللي يهزوا لك صباعك باش ما يغلبكش. واخا غير شويه اللي يهزوا لك صباعك. ها هو. واخا ورطي تيدبغليدين هزي بالموس. هزي بالموس. ها هو. هزي بالموس باش ما يشمتكش. ايه. جوج دروس ديال الثوم صحاح. جوج دروس. مكردين ما محكوكين ما والو صحاح، جوج دروس الثوم. زيد على لا. ايه. كتحيدهم في الاخر. ايه. معلقه ديال الزبده، معلقه صغيره.
ديال الزبده اولا السمن مذوب. او السمن مذوب. اولا الزبده اللي توفر لك ولا السمن مذوب ماشي الحار المذوب. واخا الحاج. صافي هادو هما المقادير. وعلي. نعاود ولا نمشيو؟ نعاود معاك خمسه سته ديال الفراخ حمام ما وجدوش يتعوضوا بالسمان، نص كيلو ديال البصله صغيره على قدها، الا ما كانتش البصله العاديه تقطع شنانف، زلافه صغيره ديال اللوز مفسخ او الحمص ما نفسخش الا ما كانوش ممكن الاستغناء عليهم، او ممكن نعوضوهم بمعلقه كبيره ديال النشا طبيعي اللي هو الروز البلدي اللي كيدق في المهراز ياك لالا، وكيتغربل وكيتشطط، وكنديرو في قريعات صغار ديال الزاج. عندنا قزبر ومعدنوس مربط، عندنا الملح نص معلقه صغيره ابزار، نص معلقه صغيره سكينجبير، الخرقوم شويه، وجوج دروس ديال الثوم صحاحه، معلقه صغيره ديال الزبده او سمن مذوب. الحاجه هادشي وداك. الله يحفظك ابنتي. الله حسن جدا. حسن جدا. حسن جدا. ممتاز. تريبيان تريبيان. مرحبا. نمشيو للطريقه. الطريقه انت شتي راه ما كاينش التوابل كثار. لا ما تنكثرش التوابل باش تجي المذاق ديال الحمام غالبه في الشربه. نعم لا لا. اذا الطريقه، اذا في الطنجره اللي بغيتي طيبي فيها هذا الشيء كتوضعي فيها الماء غليان، يعني طيبي في المقراجب هو الاول عاد كبيه في الطنجره. مرحبا. هي وزيدي عليه التوابل اللي ذكرنا. اييه. والربيع مربط. الربيع مربط. والثوم صحيح. الثوم. والزبده او السمن. الزبده او السمن. واللوز او الحمص. اللوز او الحمص. ما قلتلكش النشا، النشا راه هو الاخراني. هذاك اخر ما غنفكروا فيه. اخر المطاف. اذا إيه؟ ذاك الماء الطايب اللي فيه التوابل فيه ذاك القوام ديالو بتزيدي عليه اللوز او الحمص فقط. ياك. واحد فيهم لان حيت هذو تيهزوا الطياب. ها هو اه. يعني ماشي بحال الفراخ هادو تيهزو الطياب على الفراخ. لا من الاول يمشيو مع القدره. هادو تيمشيو مع ذاك الماء طيب وذوك التوابل. واخا. وغادي تخليهم تقريبا من 10 حتى ل 15 دقيقة وهما تيطيبوا. من 10 حتى ل 15. تيطيبوا. من بعد غادي تزيدي عليهم ذاك الفراخ الحمام. طبيعة الحال راه مغسولين ومسقطرين ومقادين إلى آخره. إييه. والبصلة صغيرة صحيحة. صغيرة. أو البصلة العادية شنانف. أو على حسب اللي توفر لك. واخا الحاجة. وخليهم يطيبوا على خاطرهم على نار متوسطه، ما قليله بزاف باش ما يتشتت، ما مجهده بزاف باش ما يطيب غير من الفوق. نار متوسطه. نار متوسطه ها هي الحاجه. تيولي ديك الساعه تيدخل السكين في الصدر ديال الحمامه ديال الفرخ بسهوله. راك الصدر هو تيوريك واش طاب كلشي ولا ما طابش. صافي. ديك الساعه الا كنتي بغيتي ديري ذاك النشا وما دايراش الحمص وما دايراش اللوز. ايه. عاد ديك الساعه تزيدي هذاك النشا وترب فيه شويه الماء، ماشي نص كاس صغير الماء، وكتعقدي به المرق ديال الفرخ. واخا يتزاد في الاخر. وفي التقديم، وفي التقديم كل زلافه حنا هادشي حين تنحتفلوا بهذاك النهار ديال الفرخ تنحتفلوا، كل واحد كتعطيه الطوير ديالو في الفرخ. ياك ما يبقى فيه حال. لا ما يبقاش فيه الحال، تنحطوا الفريخ ديال الحمام في الزلافه كل واحد ديالو. وتتكد زيدي معاه شويه ديال المرق وشويه ديال البصله وشويه ديال اللوز او الحمص. وكل واحد تيكون عنده الفريخ ديالو في زلافته. حيت هذا تنكونوا تنحتفلوا بداك النهار ديال الشربات. هذا الا جا في النهار الاول ديال رمضان ولا في ليله 27 في الفطور ديالو حتى هو. اولا بغيتي تستقبلي شي حد، حنا بزاف تنديروا في الضيافات ملي تيبغي يفطر عندنا شي حد. ياك. حتى الناس تيكونوا عدفوا ديك الحريره الحريره الحريره. نعم. تتنوعي بهذه الشوربه هماويه وزينه ولذيذه ولذيذه. هي ولذيذه والله العظيم. لا لذيذه بزاف بزاف. تبارك الله. وغادي يجربوها المستمعين ان شاء الله ويردوا عليا الاخبار. تبارك الله عليك الحاجه. تبارك الله عليك. ندوزوا لياغورت الطبيعي الا سمحتي. اييه لياغورت الطبيعي. وانا غادي نطائت انني نزيد معاه شويه ديال الفواكه الجافه. واخا بسم الله. او التمر. باش هذا دابا الشوربه حنا درناها في الفطور. اييه. دابا نديروا للسحور. هذا للسحور. نعم لا لا. للسحور. اذا المقادير قلنا ياغورت مهيئ في المنزل. اييه. الفواكه الجافه او التمر. اييه. اذا لتر واحد من الحليب. لتر واحد من الحليب. نص كاس العنبه من الحليب غبره. اي حليب غبره. نص كاس ديال السكر. نص كاس سنيده او جوج معالق كبار عامرين اللي بغيت اللي رطائتي. اي ياغورت واحد بنكهات الفاني. ما يكون حتى شي نكهه غير بنكهات الفاني. واخ. باكيت او ان باكي ديال لافاني. كيس فاني. كيس فاني او لا عود لافاني اللي كاين اللي متوفر عنده هذوك العويدات تاع لافاني حتى هما تيجيو رائعين. اييه. فواكه الجافه غير شوي شوي غير واحد بحال قلتي معلقه معلقه من اللوز ولا من الكركاع ولا منهم بجوج وتكون مزقدقه شويه مهرمشه.
من اللوز. ولا كان التمر يكون قطع صغير. واخا اذا الفواكه الجافه معلقه من اللوز نقولوا من القرقاع. ايه معلقه من القرقاع مثلا هي. وش التمر صغير ولا دير غير حاجه منهم اللي توفر عليك. او التمر تجمعيهم كاملين جمعيهم بتدير غير حاجه واحده ديرها لك. نعم حاجة. او التمر شحال لالا شحال ناخذوا ديال التمر؟ التمر نديرو مثلا شي 6 الحبات هكا. 6 الحبات واخا. وتقطعو صغيورين. يتقطع اه. مرحبا. طريقة فيض السيترو الحليب. اذا الحليب يفيض. لا هي من السيترو عندنا يترو قلنا في المقادير يترو. نص لتر حليب. نص لتر هو اللي بيفيض. يفيض اييه. وكتكبي عليه ذاك نص سيترو الحليب البارد. اييه. عند واحد بيكون فايض وواحد بارد. واخا. بدرجة المطبخ. اييه. اللي يكون محطوط حداك اللي تيفيض هذاك تزيدي عليه مباشرة الاخر. حاضر الحاج. اللي عادي الله يبارك فيك. اييه. حسن جدا. اييه الحاج. وزيدي عليهم مع التقريب ما توقفيش حتى تقربي بشويه تقرب اليدوي. تقرب خدام. اييه. كتخلطي كتزيدي الياغورت. والسكر. والفاني. والحليب غبرة. وتبقاي كديري هذوك العصير حتى تتجمع كلها وتصبح متجانسة. مع التخليط ومع التحريك. ايه انت شتي راه ما دخلناش الفواكه. واه. نقول لك علاش. ايه. حيت لالا كتجمع هذوك العناصر كلها كتكبي إيه. الخلاط في الكؤوس. كتكبي في الكؤوس عاد ديك الساعه تبداي تزيدي بيديك بشوي بشوي في كل كاس تزيدي شويه الفواكه باش ما يجيبش هذا الكاس فيه بزاف وهذا الكاس ما فيه والو باش يجيب داك الشيء متساوي. واخا الحاجه او التمر. ايه او التمر اللي توفر لك تزيديه. المهم حتى تديري ياغورت الكؤوس حتى ديري هو من الفوق. نعم الحاجه. ايه. من بعد كاين جوج طرق باش تخمري هذا ياغورت. يا اما كتوضعيهم في واحد الكوكوط مسخنه من قبل كتاخذي الكوكوط وكتسخنيها على العافيه وتطفي العافيه ملي كتدخل الكوكوط كتطفي العافيه. ايه. عاد كتسدي عاد كتشتفي هذا تشتفي في هذوك الكؤوس وتتسديها وتخليها في واحد المكان 8 السوايع واحد المكان دافئ ماشي بارد. واخا. 8 السوايع اولا الطريقه التقليديه. اشنا هي الطريقه التقليديه؟ كتاخذي هذوك الكؤوس وكتغطيهم بواحد المنديل يكون نقي شي بلاطو وكتوضعي فوق منهم يا اما الهضره اولا شي مانطا عفوا